فضل صلاة الفجر في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: من يجتمع فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.